إحصائية مرحلة الذهاب بالنسبة لمولودية الجزائر. خلال 17 مباراة مولودية الجزائر فازت في 8 لقاءات، تعادلت في 6 مباريات، وانهزمت في 3 لقاءات. هجوم العميد سجل 17 هدف، وتلقت شباك العميد 10 أهداف. وبهذه الإحصائيات احتلت المولودية المرتبة الرابعة في نهاية مرحلة الذهاب. هذه هي إحصائيات مرحلة الذهاب، فالمولودية بإمكانها تحقيق نتائج أفضل، ولما لا التتويج بلقب الدوري الجزائري بالتوفيق لعميد الأندية الجزائرية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.